سماحة الشيخ، ما يترتب على ذلك من الوعد ببناء الكنائس الشركية التي يشرك فيها بالله عز وجل على أرض جزيرة العرب؟ الآن هي موجودة في كل دول يعني الخليج، والآن يعني ترشح أخبار بأنه ربما تستحدث يعني حتى في السعودية. عائدا بالله من ذلك، بالنسبة لهذه الكنائس نص أهل العلم في مختلف المذاهب الإسلامية بما لا يضع مجالا للشك أن من اعتقد أن ما يقام فيها هو دين لله وعبادة لله فهو كافر بالله. لا إله إلا الله. من اعتقد أن ما أن القداس وأن ما يقام هو تمجيد لله وثناء عليه وأنه عبادة لله كفر بالله. سبحان الله. إيه، كفرا أكبر مخرجا من الملة. نعم. فلذلك هذه ليست بيوتا لعبادة الله بل هي بيوت للشرك بالله، ومواخر الخمور والفجور والزنا خير منها. نعم. وأفضل بكثير وأشرف. سبحان الله. نعم. وما يقع فيه بعض المسلمين من التحرج لأنهم يسكنون في ديار الغرب وهم مضطرون للسكنى هنالك ويحتاجون إلى مساجد، ويقولون تقام لهم الكنائس في بلادنا ليتركونا نقيم المساجد في ديارهم، هذا العلة غير معتبرة شرعا. نعم. كيف إذا أشركوا تشركوا معهم، وإذا زنوا بنساء المسلمين تزني بنسائهم؟ هذا لا يمكن. صحيح، القياس هنا قياس فاسد باطل. نعم.